الدرس الخامس والأربعون: أحكام الصوم. الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر حتى غروب الشمس مع النية. وصوم رمضان من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم عاقل بالغ. للصيام فضل كبير عند الله تعالى إلى جانب فوائده الروحية والاجتماعية والصحية. يفضل رمضان غيره من الشهور في جزاء كل عمل صالح، مثل ألف قيام الليل، باء تلاوة القرآن، جيم الصدقات، دال الاعتكاف في العشر الأواخر، هاء تحري ليلة القدر وإحيائها، واو العمرة فيه. تثبت بداية رمضان برؤية هلاله أو بتمام شهر شعبان 30 يوما، وكذلك تثبت نهاية الصوم. يرخص في الإفطار للمسافر والمريض والحامل والمرضع ثم قضاء ما فاتهم من أيام. ويرخص في الإفطار للشيخ الكبير العاجز عن الصوم وللمريض الذي لا يرجى برؤه، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم بدلا من الصيام. يجب الإفطار ثم القضاء على الحائض والنفساء. من مات من المسلمين وعليه صيام قضاه عنه وليه. يستحب للصائم: ألف تعجيل الفطر، باء الإفطار على رطب أو تمر أو ماء، جيم الدعاء عند الإفطار بالدعاء المأثور، دال السحور وتأخيره. يباح للصائم: ألف التداوي بدواء لا يصل إلى الجوف من المنفذ المعتاد أي من الحلق، باء الطعام والشراب وإتيان الشهوة الحلال من المغرب إلى الفجر. يصح الصيام مع: ألف الأكل والشرب خطأ أو نسيانا، باء الاحتلام أثناء النوم والجنابة من الليل. يكره في الصيام: ألف قول الزور والعمل به، باء المشاحنة، جيم المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق، دال كل ما يثير الشهوة. يبطل الصوم: ألف كل ما وصل الجوف من طعام أو شراب من المنفذ المعتاد ولو لم يتعمد الإفطار، باء خروج المني بشهوة دون جماع. وكلاهما ألف وباء توجب قضاء اليوم بلا كفارة. جيم الجماع أو الأكل والشرب عمدا، وهذا يوجب الكفارة عن اليوم الواحد بعتق رقبة أي رقيق، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا مع قضاء اليوم الذي أفطره. شواهد الدرس في الكتاب والسنة. فرضية الصيام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية 83 من سورة البقرة. وحديث أركان الإسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وفي فضل الصيام قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا، رواه النسائي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وكذلك الحديث: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، رواه ابن ماجه والنسائي. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، رواه ابن ماجه. ومن ذلك أيضا الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم.
وكذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي. بفضل قيام الليل في رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه مسلم. تلاوة القرآن في رمضان: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. رواه أحمد. فضل الصدقة فيه الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. رواه البخاري. الاعتكاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. رواه الطبراني عن كتاب منهاج المسلم. العمرة فيه الحديث: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، متفق عليه. في تحري ثبوت الرؤية قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، في الآية 85 من سورة البقرة. ويفصل ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه أفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. رواه مسلم. رخص الإفطار، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية 84 من سورة البقرة. وحديث أبي سعيد الخدري: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه: كانت رخصة، يعني آية وعلى الذين يطيقونه، للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. رواه أبو داود. قضاء الصوم عن الغير، للحديث الشريف: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله قائلا: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى، متفق عليه. سنن الصوم: تعجيل الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. الإفطار على رطب أو تمر أو ماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه الترمذي. الدعاء عند الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود. تناول السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. وكذلك: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وكذلك: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وعن زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، متفق عليه. تأخير السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. رواه أحمد.
ما يباح في الصوم: الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. مكروهات الصيام: قول الزور والعمل به، للحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق، الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الترمذي. مبطلات الصيام من حديثه صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء عمدا فليقت، رواه الترمذي. وكذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أفقر منا؟ فما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه.